السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندي نموذج أسئلة رياضيات للصف الخامس الابتدائي، أسئلة طالباتي امتحنوا بها شهر ثاني، وحبيت أن أنزلها لكم. راح نحلها رياضيات خامس ابتدائي شهر ثاني. طبعا ألف وباء، خمس أسئلة. سؤال الأول ألف، أجد ناتج ما يأتي. أولا نعطينا الأعداد جمع وطرح، خلينا نحلها. يلا عيني، هذا العدد راح نجمع أول مرة، جمع عادي، صفر زائد ثلاثة ثلاثة، صفر زائد ثلاثة ثلاثة، صفر زائد خمسة خمسة، ستة زائد ستة 12 واحد، إعادة تسمية، واحد وأربعة خمسة أو سبعة 12، واحد فوق السبعة، واحد وسبعة ثمانية، خمسة زائد صفر خمسة ثمانية وثلاثة ثمانية، تسعة عشرة 11، عيني، 2 و4 6 1 7. طلع لنا العدد هسه جمع، يعني جمعنا جمع عادي. زين هسه الطرح هنا راح نطرح 1 6 3 2 3 8 4 7 7 سبعة واحد صفر تسعة تسعة ثلاثة تسعة ثلاثة تسعة تسعة ثلاثة تسعة أو هنا ثلاثة واحد، تمام. يلا عيني هنا نطرح، نغير اللون، نقول ستة ناقص سبعة ما بيها، الستة يصير 16، وهنا الرقم الأول يصير 5. 16 ناقص 7 بها 9، 16 ناقص 7 بها شقد؟ 9. زين هنا عندنا 5 ناقص 7 ما بها، الخمسة يصير، خلنا نغير اللون، الخمسة شي يصير؟ الخمسة يصير 15، والستة هنا تصير 5. 15 ناقص 7، 15 ناقص 7، 15 ناقص 7، الواحد طبعا هنا الواحد يصير 0، هنا الواحد هاي 16، هنا الواحد يصير 0، ها عيني، والصفر يصير 10، وهذه الستة يصير 5، تمام. هسه 16 ناقص 7 بها 9، وعشرة ناقص 7 بها 3، نكتب 3 يعني. هسه عندنا الستة تصير 5، وخمسة ناقص 1 4، خمسة ناقص واحد أربعة، نكتب هنا أربعة. زين هسه ثلاثة ناقص تسعة، ثلاثة ناقص ثلاثة ناقص صفر ثلاثة، ثلاثة ناقص صفر ثلاثة. هسه اثنين ناقص تسعة، اثنين ناقص تسعة ما بيها، الاثنين يصير 12 والثلاثة يصير 2. 12 ناقص تسعة، 12 ناقص تسعة بها ثلاثة، تمام. هنا اثنين ناقص ثلاثة ما بيها، اثنين ناقص ثلاثة ما بيها، الاثنين يصير 12، الاثنين يصير 12، والثمانية يصير 7. زين 12 ناقص تسعة، 12 ناقص تسعة أيضا ثلاثة، ثلاثة، وهنا السبعة ناقص تسعة ما بيها أيضا، السبعة تصير 17 عيني، والأربعة تصير 3. يلا عيني هسه 17 ناقص تسعة، 17 3 بثلاثة، قبلها 12 قلنا ناقص 3 بيها 9 عيني،
هنا 9 3 4 3 هذه 9، هاي ما بيها هيجي. يعني هسه قلنا شوفوا 3 ناقص 9، 3 ناقص 0 و12 ناقص 9 تمام 3. هسه 12 ناقص 3 9، اي 17 ناقص 9، 17 ناقص 9 بها 8، بها 8 هاي هيجي. زين هسه عندنا 3 ناقص 3 بها 0، 7 ناقص 1 بها 6، هذه الطرح. هسه خلصنا السؤال الأول ألف، النقطة الأولى الجمع والطرح. فرع باء يقول اكمل النمط، يقول 7 في 2، نقول 7 في، خلينا نكتب السؤال، 7 في 20 و7 في 200 و7 في 2000. يلا يعني هنا شو نقول؟ 7 في 2 14، 7 في 20 0 ينزل، 7 في 2 14 طلع لنا 140، 7 في 200 0 ينزل، 7 في 2 14 1400، 7 في 2000 أنزل 3 صفارة، 7 في 2 14 طلع لنا 14000. هذا السؤال الأول خلص. زين نجي على السؤال الثاني ألف، السؤال الثاني ألف يقول قدر ناتج، قدر خلنا نكتب السؤال، قدر ناتج لأقرب، هنا لأقرب مليون، 0 2 0 0 0 7 4 5 زائد 0 6 0 0 0 4 4 1 2. يلا عيني خلينا قدر ناتج لأقرب مليون. هنا لازم المليون لما نريد نقرب المرتبة السابعة، المرتبة السابعة يعني نقول 1 2 3 4 5 6 7، هنا الأربعة، 7 تطل الأربعة تصير 5، 7 تطل الأربعة تصير 5، يعني صارت 55، هذه 55 مليون تمام زائد. هسه نحسب هذا المجال، هم المرتبة السابعة، أقول 1 2 3 4 5 6 7، الأربعة ما تطل الواحد فتنزل 21 مليون، 21 مليون يساوي لنا. نبدأ نجمع جمع عادي، تردون عمودي أو تردون أفقي عادي، فراح نسوي عمودي أحسن. يعني نقول 55 مليون، وهنا أيضا 21 مليون، نبدأ نجمع. يلا يعني هسه 6 صفارة ينزلن لأن جمع، 6 صفارة ينزلن لأن جمع، فنقول 1 2 3 4 5 6، 5 زائد 1 6، 5 و2 7، إيش طلع لنا العدد؟ 76 مليون. نكتب هنا 1 2 3 4 5 6، 76 مليون، قربنا لأقرب مليون، يعني قربنا لأقرب مليون. هذا السؤال الثاني ألف. زين هسه عندي شنو السؤال الثاني ألف، فرع باء يقول لك يأكل الأسد في الوجبة الواحدة 7 كيلوغرام من اللحم، كم كيلوغرام من اللحم يأكل الأسد في 250 وجبة؟ يعني هنا نضرب، نقول نضرب 250 وجبة في 7، فنقول هنا فرع باء، المسألة باء ما راح أكتبها بس أكتب بس الحل، فرع باء نضرب 250 في 7، 7 في 0 0، 7 في 5 35، 7 في 2 14 و14 15 16 17، طلع لنا 1750 وجبة يأكل، لحظة وينها، طلع لنا 1750 وجبة يأكل الأسد.
زين، خلصنا السؤال الأول والثاني. هسه نروح على السؤال الثالث. ألف قدر ناتج الطرح بالتقريب لأقرب مليون، نفس الجمع لكن هنا عندنا طرح. خلينا نغير الورقة، نكتب السؤال. السؤال الثالث ألف، 1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 4 3 2 3 5. يلا يعني نبدأ نطرح. هنا شو نطرح؟ نطرح عمودي أحسن، كان جمع أو طرح أو ضرب، عمودي أحسن حتى ما نخطأ. 1 2 3 4 1 6 2 8 طرح 1 2 3 4 3 2 3 5. يلا عيني. هنا أول مرة نقدر قلنا المرتبة السابعة، 1 2 3 4 5 6 7. إذن هنا نغير اللون حتى يبين. الستة عدد ناجح يطلع الاثنين، وهنا 1 2 3 4 5 6 يعني، فالثلاثة الاثنين ما تطلع الثلاثة. هسا خلينا نحلها. زين هسا عندنا نقرب، فالستة تطلع الاثنين شو يصير؟ ثلاثة، يصير 83 مليون. 83 مليون. هنا عندنا هذا 53 ينزلن، لأن الاثنين ما تطلع الثلاثة، فنقول 53 ونبدأ نطرح. طرح عادي، هنا ينزلن 6 صفارة، 3 4 5 6، هنا 0 8 ناقص 5 بها 3، ايش طلع لنا؟ 30 مليون. 30 مليون. هذا السؤال الثالث ألف. زين هسه باء قسمة، جد ناتج القسمة 68440 تقسيم 2. يلا يعني 68440 تقسيم 2، قسم قسمة طويلة. هنا 6 تقسيم 2، 6 تقسيم 2 ايش قد بيها؟ خل نغير اللون، خف هذا ما يبين. 6 تقسيم 2 بيها 3، 3 في 2 6 3 في 2 6، 6 ناقص 6 0، انزل 8، 8 تقسيم 2 بيها 4، 4 في 2 8 0 0، انزل 4، 4 تقسيم 2 بيها 2، 2 في 2 4 0 0، وأربعة أيضا 2، 2 في 2 4 0 0، أنزل الصفر هنا والصفر فوق. خاف هو ما طالب التحقيق، بس لازم إحنا نحقق، ما طالب التحقيق. خلينا نحقق خاطر نشوف الناتج مالتنا. ناتج القسمة في المقسوم عليه إذا زائد الباقي إذا وجد. صفر هذه 2، 0 في 2 0، 2 في 2 4، 2 في 2 4، 4 في 2 8، 3 في 2 6. طلع لنا الحل 68440، إذا الناتج مالتنا صحيحة. زين هسه عندنا شنو؟ تمام. فرع باء. هسه خلصنا سؤال الثالث ألف وباء. هسه سؤال الرابع. سؤال الرابع، جد ناتج أولا 930، 930 في 57، 930 في 57، نضرب ضرب عادي هنا، 930 في 57، هنا 930 في 57. 7 في 0 0، 7 في 3 21، 7 في 9 63، 64 65، صفر المراتب، 5 في 0 0، 5 في 3 15، 5 في 9 45 1 46. نبدأ نجمع 0 1 10
12 13 و5 طلعنا 5 3 0 1 0. هاي أولا. نشوف ثانيا، ثانيا 9 في 9000، 9 في 9000، 3 صفارة ينزلن 9 في 9 81، طلعنا 81000. بالضرب الصفارة ينزلن 9 في 9 81. هسه 3 8 في 50، 3 8 8 في 50، 8 في هذا ما يبين، 8 في 50، خلنا نتأكد 8 في 50، نعم 0، 8 في 5 40، طلع لنا 400. زين هسه بقى السؤال الخامس ألف وباء. سؤال الخامس يقول لي ألف معدل نوم الزرافة، معدل نوم الزرافة 4 ساعات، يعني معدل نوم الزرافة 4 ساعات ما عدا ساعات نومها في 100 يوم، شو سوي؟ سؤال الخامس راح نضرب 4 في 100 طلع لنا 400 ساعة تنام الزرافة. فرع باء جد ناتج القسمة وتحقق من عملية القسمة. تحقيق هنا يريد 8 جد 9 9 2 1 3 تقسيم جد 3 8 9 2 1 3 تقسيم 3. يلا عيني خلينا نقسم، بقت لنا هذه المسألة وها هي. يلا عيني هنا 3 هنا 3 1 2 9 8. يلا عيني راح نقسم، تمام سطالع كلها. زين 3 تقسيم 3، 3 تقسيم 3 بها 1، 1 في 3 3، 3 ناقص 3 0، انزل 1، 1 تقسيم 3 ما بها، عيني ما بها الواحد، نخلي 0 فوق، انزل 12 تقسيم 3 بها 4، 4 في 3 12 0 0، انزل 9 بها 3، 3 في 3 9 0 0، ونزل 8 بها 2، 2 في 3 6 بها 1. التحقيق، التحقيق ناتج القسمة في المقسوم عليه زائد الباقي. يعني شو نقول؟ ناتج القسمة 2 3 4 0 1 في 3، خلينا نغير اللون، 2 في 3 6، 3 في 3 9، 3 في 4 12، 3 في 0 1، 3 في 1 3 زائد 2 زائد 1، 8 ناقص 6 2 زائد 2، هنا يطلع لنا 8 9 2 1 3. اذا طلع الناتج مالنا هذا العدد يشبه هذا العدد 31298. ها عيني حل اسئله، نطلعها حل اسئله الرياضيات خامس ابتدائي شهر ثاني، ان شاء الله تستفادون من عدها.